السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من أول ملف لدينا في هذه الحلقة، وهو متعلق بقضية المدارس ومعاناة الطلبة ما بين جودة التعليم والأبنية المدرسية المتردية. إذ اشتكى طلبة مدرسة فتيان المستقبل الحكومية في محافظة النجف من نقص الكتب والمقاعد الدراسية. دعونا نشاهد. فتيان المستقبل طالب ثالث متوسط، اي صف بخمس رحلات، اثنين مكسرات واثنين كشي ما بيه. وكم واحد انتم بالصف؟ والله بتراوح بال 45 50 طالب. زين وين قاعدين؟ ها؟ نصهم قاعدين بالقاع. نصهم قاعدين بالقاع. مدرسين مدرسين ما استوهم سلمونا كتب، يلا ثلاث كتب كيمياء وعربي جزئين بس. استمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل الى مقطع اخر، اذ وثق ناشط من العاصمة بغداد خلو معهد التعليم المهني في العاصمة من الكادر التدريسي والمقاعد داخل الصفوف. لنشاهد. التعليم المهني وينكم يابا؟ وينكم؟ نايمين قاعدين؟ هذا معهد سياحي على القناة، مسائي فارغ، لا كادر تدريسي لا كتب لا رحلات، يعني ذول الطلاب يجون يفترون بالمعهد ويطلعون. ليش وينكم؟ مو ذول مهنيين؟ وينكم جماعة التعليم المهني؟ نفس الملف، إذ وجه ناشط من محافظة ذي قار رسالة إلى مديرية تربية المحافظة بسبب تلكؤ تنفيذ المشاريع في ذي قار في ظل الحاجة الماسة لها. ويؤكد الناشط عدم استجابة الجهات المعنية إلى معاناة ذوي الطلبة بسبب غياب الكوادر التدريسية في المدارس. لنشاهد. إلى محافظ ذي قار وإلى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ناشدناك كرارا ومرارا على بالنسبة المدارس المتلكئة اللي محالة على شركة عبد الله عويز. أنا حاليا أتواجد بقضاء النصر بقرية جحيش التابع القضاء النصر. هاي المدرسة وحدة من مدارس اللي انحالت على شركة عبد الله عويز. ناشدنا وزير التربية وناشدنا مدير التربية ان يوجه انذارات لهاي الشركة اللي متلكئة بالعمل، صار لها تقريبا اكثر من 15 او 20 سنة. للأسف الشديد ما نعرف شنو القضية. هاي وحدة. اثنين، مدير التربية شاطر وتبرز عضلاتك بس على المحاضرين، تنقل من الناصرية للنواحي والأخضية، واللي عندها حبايب واللي عندها واسطات ما تنقلها، بس من تجي على نقص الكوادر بالإعداديات وبالثانويات ما تنتبه لها. لا فد يوم زرت لك مدرسة، لا فد يوم افتتحت لك مدرسة، مدارس كاملة ما جاي تفتحها وما جاي تحل مشكلتها، جاي يناشدونك الثانويات مال البنات والمتوسطات، جاي يناشدونك يقولوا لك كوادر ما عندنا، وبالأخص يعني الكوادر اللي متخصصين انجليزي ورياضيات وعربي ما جاي يشوف لهم حل. زين؟ ليش؟ ليش؟ لان اكو مستثمرين عندهم مدارس اهليه، حتى الاهالي يضطرون يودون ولدهم وين؟ للمدارس الاهليه. اسمعونا ابناء محافظه ذي قار، تعال خل اشوفك المدرسه الكرفانيه بعام 2023، خل اراويك حالها. تعال تعال اخذ الكلوز على هاي صف الاول متوسط، تعال شوف الحال ما شاء الله. تعال 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 هنا، تعال تعال صف الاول متوسط، واحد اثنين ثلاثة اربعة، اربع رحلات. هاي الصحيات والله والله حضرتنا حكايه، بس اخلاقي ما تسمح لي احكيها والله العظيم. والله نموذج يشتغل عليها الغرب.
والله خزيتونا بالقرآن والله. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تحدث ناشط من مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية عن وجود فساد في تنفيذ مشروع مدرسة في ساحة بقضايا عفق في محافظة القادسية ونهب أموال المشروع دون إنجاز. نشاهد فساد اللي صار بمدينة عفق ما صاير بكل دول العالم ولا صاير بكل المحافظات. هاي صبات مال أساس، صبات مال أساس مدرسة. قبل 8 سنوات بنوا أساس مدرسة هنا بقضاء عفق بساحة التمثيل، قبل 8 سنوات، وانسرقت فلوس هاي المدرسة المرصودة إلها، مليارين ونص ما نعرف. انسرقت الأموال المخصصة لهاي المدرسة ودفنوا الأساس، دفنوه بتراب بعد ما نشرناها بمواقع التواصل الاجتماعي وقلنا هاي المدرسة بساحة التمثيل مدفونة، صار لها 8 سنوات. انتشر الموضوع، مدرسة بقضاء عفك بساحة التمثيل، مدرسة تحت الأرض مدفونة صار لها 8 سنوات، واليوم تم تفليش الأساس. مدرسة تنبني مرتين، هاي أول مرة تصير بتاريخ العالم. مدرسة تنبني مرتين، بالأولى تندفن جوا القاع، وبالمرة الثانية يطلعون الأساس يفلشونه وبعدين يبنون مدرسة من جديد، وهم تنصرف لها أموال. زين الأموال بالبداية وين راحت؟ المليارات وين راحت؟ سرقت شيء بالرأس من آلاف الملفات الفساد، ملايين ملفات الفساد بالعراق. هذا شوفوه الأساس بعده جاي يحفرون به، بعده ما كمل. مدرسة كبيرة بعد توصل لهناك، بعد لهناك توصل، لهناك توصل. هاي بعد الأساس، هذا الأساس بعده مدفون، هذا مدفون المليارات. وين راحت المليارات؟ هذا شوفه، هذا صب، كله صب، هذا كله صب. شوف بعد له قدام مدرسة منا أساسها ومنا بابها، منا كبذي تجهة ومنا هاي مدرسة، أساس مدرسة. هاي انكشفت الحقيقة بعد 8 سنوات، طلعوا حفروا الأساس، هذا الأساس، هذا الصب حفروه. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. إبراهيم يقول: أكو مدرسة جديدة يمنى كملت صار شهرين ومسدودة، مع العلم المدرسة القديمة اليمنى دوامها ثلاثي وهاي كاملة وسادينها، شو منتظرين؟ ما أعرف. تعليق من حيدر يقول: أكثر المدارس متوقفة يمنى، بناء مدرسة جاهزة يوم يشتغلون ويرتاحون سنة. وحامد يقول: عندنا بالفجر 5 مدارس تابعة لشركة النهر الجاري متلكئة من 2010 إلى الآن. وحسين يقول: المدارس الحكومية سدوها حتى الناس تدبر حالها، هم يردون الأهلية تشتغل حتى يستفادون. كل الكوادر التربوية هسه منشغلة بالأهلي وشلون يطورون البزنس من خلال استغلال فشل الحكومة والفساد اللي جاي يصير. دعونا الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. اشتكى ناشط من محافظة ذي قار من نهب أموال صندوق إعمار المحافظة عن طريق مشاريع خدمية ترقيعية وعدم متابعة عمل الشركات المنفذة، والتي بالغالب تكون مدعومة من قبل الأحزاب وجهات سياسية ولها كوميشنات من المشروع على حساب خدمة المواطن وجودة تنفيذ المشاريع الخدمية. دعونا نستمع إلى ماذا قول. من مدخل الغربي أحد أعمال صندوق إعمار ذي قار الإنشاء حديث، هذا المدخل الغربي السادي الجديد اللي نفذته شركة نبع السعد للمقاولات نور الناظر ضمن شركة نور الناظر. أنا بس أريد أعرف الحكومة وقراراتها والطرق والجسور والبقية الوحدات الإدارية ليش جاي جامل على حساب المصلحة العامة على حساب فلوس الناصرية؟ يعني هذا المدخل يعني طلعت عليه لجنة من قبل الطرق والجسور وطلعت عليه خبراء، واللجنة حددت الضرر به، الشارع 6 كيلو، الشارع كله صار به ضرر، كله صار به ضرر. فأنتم يا اللجنة يا الطرق والجسور والجهة المنفذة
وصندوق عمال ذقار مال تقلع لمسافة وتعوف مسافة. لا هذا الحكي ما يصير، لأن الشارع كله تحدد بضرر، الشارع كله 6 كيلو شوفت عينكم، وبضح النهار حتى الأعمى هم حدد بضرر، شوف عينكم الروطاني صاير بي والتيبر حجم التيبر صاير بي، يعني لا يحتاج لا تجيب اللجنة ولا مدشن، الضرر واضح مثل عين الشمس، من عين المجرد مبين الضرر. تقلع لمسافة 3 كيلو أو 2 كيلو تخلي البقية، ليش؟ ليش البقية شنو ما بيجي؟ هذه شوفت عينكم. هاي رسالة حب أوجهها ديوان الرقابة المالية والهيئة النزاهة، نقول لهم ما تخذوا أي إجراء، طلعوا جزء من عنده وبقى جزء، الجزء الآخر ليش ما تقلعه؟ ما أعرف أنا ليش هالمجاملة، هالخوف من الشركات المنفذة والمسؤولين، ليش اللعبة الفلوس؟ ليش اللعبة عمالنا؟ مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر لكن نبقى في محافظة ذي قار، إذ وثق ناشط آخر حال الطرق والجسور في المحافظة وانتقد الحلول الترقيعية من قبل الجهات المعنية في صيانة حفر الطرق في صيانة وحفر الطرق والجسور. دعونا نشاهد. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. ناشط من محافظة البصرة تحدث عن تلكؤ أحد المشاريع الخدمية في شارع الحوط الدولي بقضاء شط العرب، والذي لا تعرف مدة إنجازه ولا تعرف كم كلف بحسب حديثه، كما ناشد الناشط أيضا الجهات الرقابية بضرورة متابعة هذا المشروع. لنشاهد. الشارع اللي هو شارع الحوطة الدولي، اللي هو طبعا مسافته ممتد من مفرق الكباسي إلى حقول المجنون تقريبا أكثر من 40 كيلو. المقطع اللي حاليا به إعمار ومحال إلى شركتين هو ما يتجاوز 1.5 كيلو فقط مثل ما تشوفون. حاليا يعني ساعة 11:30 الظهر. أنا ما أعرف، يعني ما أفهم أنه هذا المشروع اللي هو صار له مدة معينة من الزمن وشارع مهم وحيوي استراتيجي، شوفون هذا وضعه، يعني أنه شركة سوت أعمال المقرنص والباور كيربر وشركتين ما مدبرته، ما أعرف يعني شنو الموضوع. لا جاي أشوف لي شفل، لا حادلة، لا أشوف لي آلية، ليش متوقفين؟ ماكو مثلا محاسبة، إضافة لأنه الشارع بالكامل منهار ومتخسف و يعني روطان. هذا يعني بعد ما سووا أعمال الباور كيربر والمقرنص النوفا، هذا تراب، ما أعرف رمول، ما أعرف شنو فوق راح يدبون، هاي الأتلال اللي جاي يشوفونها. احنا أكثر من مرة دعينا الجهات المعنية، دعينا النزاهة، دعينا إدارة المشاريع في قسم المشاريع في المحافظة انه يطلعون ويجرون جولة على هذا الشارع ويبينون للناس مدة المشروع، تكلفة المشروع، هاي كلها مبهمة، لا نعرف شو وقت بدأ المشروع وش وقت ينتهي، ولا نعرف مدة المشروع، لا نعرف التكلفة شقد. هو 1.5 كيلو، ليش العمل متوقف به؟ وليش هذا العمل الرديء؟ ماكو محاسبة معقولة يعني؟ نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا، إذ اشتكى ناشط آخر من سوء الخدمات في منطقة المملحة في محافظة المثنى وتهالك الطرق وعدم استجابة الجهات المعنية لمناشدات الأهالي المتكررة. لنستمع. أنا أتواجد من منطقة المملحة، ليس قضاء وليس ناحية، وهي في مركز مدينة محافظة المثنى. لحد الآن قرية مظلومة حقيقة، يعجز اللسان عن وصف هذه القرية. خدمات ماكو، خدمات ماكو، والناس يقول لك احنا متحملين، والناس احنا عرب وعشائر نتحمل. كهرباء بيها، ماي بيها، ماي ماكو، توه جاي بداية العمل بالماي، وهم يقولون يا الله
بس ولكن شاهد الكارثة. شارع، شوف الشارع من مركز المدينة من المملحة للرواشة، تقاطع الرواشة، هاي كارثة. هذا الشارع وأكثر الحوادث جاي يصير فيه. تعال تعال زميل المصور، تعال تعال شوف 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 الكارثة اللي قياس اليد. العفو هاك سادة المسؤولين، سير قائم مقام، هلا هلا بي ناحية، هلا هلا مالها ذنب هاي الناس؟ لا ناحية لا قضاء، منطقة المملحة منطقة. فسادة المسؤولين، سادة النواب، طريقكم هذا طريق المملحة، طريقكم طريقكم هذا للسلمان جماعة الاستثمار. يعني معقول ما حيشوف سادة النواب سادة المسؤولين اللي كل واحد عنده مزرعة هنا خير من الله؟ معقول ما حد يتصل على مسؤول؟ معقول يعبر منا؟ نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. كريم يقول: وين الطرق والجسور؟ بس من تتجدد سنوية أو من تجدد سنوية يأخذون طرق وجسور، الله لا يوفقهم بحق الحبيب محمد. تعليق آخر لدينا من نعيم يقول: دمار، الله وكيلك هذا الطريق من جسر القطار لمركز المملحة ضيم. باقر يقول: أغلب الطرق هيتش، ورا فترة من التبليط يصير هيتشي، هذا النتج نتج عن فساد المسؤولين والأموال المهدورة والمسروقة، العمل بمواد بسيطة والصرف بمبالغ خيالية. أبو شهد يقول: شارعنا منبلط بجانب الشارع العام المدخل الشمالي لمدينة السماوة منطقة الغسل قرب حسينية سيد أياد أبو طبيخ، وبالمعاملات ندفع تبليط ومجاري رسوم للبلدية ويا من تحكي، بس إن شاء الله يومهم قريب مو دائما. نستمع مشاهدينا الكرام الآن لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، هذا الناشط من عيناشد يناشد علما، أنت تناشد واحد يعني مبرة صغيرة أش تناشد؟ يعني من يقولك والله طريق، الطريق هاي المدة مالته الكلفة مالته ما تنوصف، والمدة مالته مفتوحة لأن عندنا أبسط شيء صلاح الدين أنت مو مجسر الدلة. لا هذا مو مجسر الدلة، مجسر المذلة. لأن أنت شايف جسر مجسر. لا. سايد واحد وين كل شيء؟ يعني سيارة سكتة مترهم. نعم. يعني هذا المهندس من سواه والشرف عليه المهندس المقيم. هي من سوى هيك من سوى هيك مجسر ياخذ سيارة واحدة بس، وين هذا أي تخطيط بأي عمران؟ تجيب تعب طرق وجسور، تروح تروح المرور طرق وجسور، ما أدري وين تروح طرق وجسور. يعني هاي فلوس الطرق وجسور، هاي الغرامات الحصير مع طرق وجسور، وين حتروح؟ يعني لو تفوت قول السؤال هو يعني ما شبعوا ما شبعوا من البوق والسرقات؟ لا استاذي وين شبعوا عمي؟ يعني مرحبا يعني واحدهم واحدهم الاموال اللي باقها من ذول النواب من مدراء عامين وصعد تعيشه تعيشه هو واجيال كثيره من سلالته سنوات برخاء مستمر. طيب يعني معقوله ب 2023 ب 2000 الله عليه وعلى سلالته ب 2023 سلالته هو اللي يريد يعيش، نعم. يريد يعيش براس العراقيين الفقراء، يعني من يطلع ماكو يسولف ويطلع ماكو يسولف وفاتح فضله وقلت سوينا وسوينا سويت شنو فعلا. يعني احنا لما نتكلم الان على قضيه على قضيه شوارع مبلطه ك يعني كابسط الخدمات واكثر الخدمات اساسيه ويعني المفروض ما حد يناقش هذا الموضوع في اي مكان. روح اليوم تفرج بقنوات فضائيه عربيه تطرح مشاكل دولها، مستحيل يناقشون مشكله تبليط شوارع. يعني هذا الموضوع اصبحوا الان ينتقلون الى مراحل متقدمه، شلون نطور التعليم، شلون نطور قطاع الكهرباء، نحولها من هاي المحطات الى الطاقه النظيفه النوويه. احنا شوارع ما عندنا، كهرباء ما عندنا، مدارس ماكو، مستشفيات ماكو، يعني شنو بعدين؟ استاذ العزيز انت قبل فتره على برنامجكم طلعوا مفلش المدخل مال بغداد لين بوابه بغداد. نعم. انت شفت الصب الكونكريت جو التبليط اشتغل. نعم.
يعني انت من فلشت هاي الشركات انت مثل شركات اجنبيه مو شركات عراقيه. يعني هسه انا اروح امسك فلوس اقدر اسوي شركه. والشركه نعم. ابوك فيها والمشروع ما ينجز، اذا ينجز المشروع فاشل. من تجي قيس الشوارع، الشارع من عيشي دي مثلا بين قضاء ومحافظه من يصير تبيطه حيقلل بيه بالتبيط ماله مثلا خلينا نقول هو 6 مترات يسوي 6 الا ربع. ال 6 الا ربع احسبها 50 كيلو. ال 50 كيلو وال 20 كيلو. هذا الربع شلون راح يجمع عنده؟ يجمع عند المادة الاسمنت من مادة الحديد من كلها من كل هذا ماكو تنجمع. يعني شلون يجمع عنده؟ يعني سنة سنة على حكم السوداني ابو حكومة الخدمات اللي ما شاء الله وهو دا يتكلم في المؤتمرات العربية الصبعة هيجي من الشدة والحزم. يعني وينك انت عن الداخل؟ الإطار التنسيقي ايش افرز للعراق؟ انت تنظف بيتك قل انت تحلم العالم حصلها وانت ما تصلي. صحيح صحيح. انت تطلع التلفزيون عيب اصلا عيب تطلع السولف وعيب تقول مؤتمر قمة عربية وعيب تقول يعني انت صلح البلد يلا اطلع برا السولف. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين. صحيح أبو عمر من الناصرية تفضل. أبو عمر حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم أبو عمر وعليكم السلام حياك الله أهلا وسهلا. أشكرك أنا وأشكرك لكم هذا الطيب الشريف الله الشريفة هاي. أهلا وسهلا تفضل يا أبو عمر. طبعا بالنسبة عمي أستاذ محمد الخدمات معدومة لا تحكي على الخدمات. خدمات تحكي خدمات دولة حشاك حشاك وحشا قناتك وحشا متابعينك دولة زباين. هاي الحكومة الفاسدة أنا أسميها الحكومة الفاسدة الولائية لإيران وإسرائيل. هذا واحد كاتب بالتعليقات هذا هو القائد الجعفري اللي كتلت روحكم عليه. يعني أحزاب ما شاء الله بالمناسبات الدينية يعني يتصدرون المواكب الطبخ أهم شيء الزوار الإيرانيين وشون يغسلون رجليهم تسليح ميليشيات يعني تجارة بقضايا كفلسطين والعروبة والقوميات وغيرها. لكن واقع الحال يقول بأن احنا من أسوأ بلدان العالم وأكثرها فسادا وأكثرها خرابا وأكثر البلدان خطرا في المحيط العربي والشرق الأوسط بسبب الميليشيات الموجودة والفساد الموجود والسيطرة الإيرانية والأمريكية على العراق. يعني الإطار التنسيقي هذا شو يريد بعد يقدم للعراق؟ بالنسبة بعد شو يقدم هو؟ هم أقول لك هم 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 ما يصلون هم ناس من حرفة ناس ولائية يعني مثل الهنود هم شو الهنود ويعلمون العالم على الصلاة. هو تعفت يعني هذول الإيرانيين من يجون يخدموهم على مثل ما تفضلت عم يجون يخدموهم في إيران يغسلون رجليهم والجواريب ماسك الجواريب من زحى إلا أسبح بالجواريب ماسك حتى شني حتى تبرك بيك احنا قاعدين بالهن. عمي 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 ماكو مقارنه. المفروض صراحه موضوع الهند مع كامل الاحترام للهند وشعبها ودولتها لكن الهند دوله عظمى اخي. الهند دوله عظمى نعم ربما فوضى لكن ده تنتج العلماء وتنتج المفكرين والاطباء اللي هم اليوم مرغوبين في دول العالم. انت شنو مشاريعك؟ دوله مصنعه ودوله تجاريه ودوله زراعيه. انت شنو؟ انت عندك هذه الثروات وعندك النفط والقوه البشريه. شنو انتاجك؟ 20 سنه من حكم هؤلاء. هذا السؤال يوجه الى هؤلاء الذين يسيرون خلف هذه الاحزاب. يعني قارنوا هذه الحكومات وهذه الاحزاب اللي شبعتكم شعارات بالمحيط اللي حوالينا، لا تروحون بعيد. نعم. بالنسبة أستاذ محمد يعني أنتوا نظروا يعني أنا عميل يعني عميل الدول المجاورة زين أنت تبقى دائما عميل يعني أنت ما يعني أنت شد لربك زين ولا زين أنت من يقولوا لك جاي يطبقون عليك شعاراتهم جاي يطبقون عليك سياساتهم سياساتهم وين جاي يطبقها بلادك يقول لك جوع بلادك زين ولا إنه الخدمات إنه العلم إنه الزراعة يعني كل شيء شكوى هيك.
شكرا شكرا ابو عمر. نعم وصلت الفكره. انا اشكر حضرتك للمشاركه. نسمع راي السيد ابو سميه من الانبار. تفضل يا ابو سميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الكريم، مسلسل الفساد اصبح معروفا وواضحا للشعب العراقي. نعم. وكانهم يقولون للشعب العراقي هذا فسادنا، فان لم يعجبك الامر فابحث عن بلد اخر. والفساد بالذات في وزاره التربيه العراقيه التي تخرج الكفاءات في السابق، ولكن في الوقت الحالي اصبحت تخرج التفاهات مع احترامي للقله الصابره. الفساد والسرقه والظلم اصبح امرا معتادا. الذي يخلع القلب من هذه الحكومه انها تقتل شعبها وتنهبه وتجوعه وتظلمه وتتبجح امام الراي العام بمناصره قضيه غزه في الوقت الحاضر. يا سيدي الكريم، فاقد الشيء لا يعطيه. ان مسانده غزه في هذه الايام هو شرف، لكن هذا الشرف بعيد عنكم، لانكم لا تعرفون شيئا عن العدل وعن الظلم. فعلى من تضحكون؟ على عباد الله؟ ودائما نطرحها، لانه صراحه احد الاخوه شارك معنا كان السيد ابو علي من الديوانيه، قال اني بالسياسه وبقضايا الامور العسكريه وغيرها لا افقه شيء، لكن عندي سؤال لمن يقولون ويصدرون نفسهم ويحملون شعار المقاومه. انتم ليش ما قاومتوا الفقر بالعراق؟ ليش ما قاومتوا الاميه؟ ليش ما قاومتوا المخدرات؟ ليش ما قاومتوا الفساد؟ ليش ما قاومتوا الميليشيات يا دعاة الحرية والديمقراطية؟ ليش مقاومتوا القمع الموجود بالسجون والفساد الموجود بالسجون؟ ليش محررتوا الأبرياء؟ يعني أنتم مقاومة شنو إذا أنتم ما مدبريها بالداخل؟ سيد الكريم، مصطلح المقاومة أصبح واضحا أنه مقاومة لمن يعارض أهداف الحكومة الميليشياوية، وإلا فكيف كيف نحكم على مدينة جرف الصخر؟ نعم. التي لا زالت محتلة من قبل الميليشيات. نعم. وأهلها مهجرون، فهؤلاء يتبجحون والكل أصبح يعرف خبثهم. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر ضمن الملف الأول لدينا. اشتكى أهالي منطقة الهرمات الأولى في الجانب الأيمن لمدينة الموصل من سوء الخدمات وطالبوا بفتح الشوارع المغلقة في المنطقة. لنستمع. بالنسبة لهاي الشوارع المسدودة، يعني هاي المنطقة دحك عليها الأربع فروع هاي مسدودة، يعني دحك. شوف هاي المعاناة مالنا قابل احنا وين؟ يعني بالمنطقة الخضراء، حتى المنطقة الخضراء فتحوا الشوارع مالها، وشوف هاي المعاناة مالنا دحك عليها اخوي. شوف المعاناة، يعني يجون المسؤولين وقت الانتخابات، من تقرب الانتخابات يجي انا اسوي وانا ما ادري شنو وانا اصور ويجسد الحاله ونروح وما نشوفه. كل شيء مشروع انجازات. هاي المنطقه الهرمات الاولى، يعني هاي يعني احنا نطالب، يعني يعني نطالب من المسؤولين، نطالب من يعني شوف المعاناة مالنا، المعاناة مالنا يعني تالي، يعني يعني والله العظيم هاي يومية يجونا مسؤولين يفتحوا لنا هاي الافرع. يرحم والديك، والله العظيم نحن ما ادري اسم ساكنين، ترى هاي منطقة الهرمات بالموصل همينة. اي والله نحن وين ساكنين؟ منطقة فقيرة أرض. يعني سادين كل ما يجي فوج يبدلون، ها يفتحوا يوم يومين يرجعون يسدوا، يسوون لنا هاي الافرع، يفتحوا لنا يسوون لنا هاي المجاري صندوقي، والله العظيم تبهدلنا احنا منطقة الهرمات الأولى. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. وثق ناشط من محافظة النجف تراكم النفايات في منطقة البراكية التي تعد من أكبر التجمعات السكنية في المحافظة، كما طالب الناشط بضرورة إيجاد حل لتراكم النفايات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. لنشاهد. هذا شارع الشري، هذا شارع الشري، كمية الأنقاض هنا بشارع الشري مخيفة. أريد المسؤول اللي على المحافظة سواء المحافظ أو مدير البلدية، بلدية الكوفة أو بلدية النجف، يجي يوقف بهاي المنطقة ويشوف كمية النفايات اللي هنا. هذا صار مكب، هذا شارع الشري صار عبارة عن مكب، أنقاض، نفايات، تايرات، أكوام مال زبايل. ليش البلدية هاملة هذا الوضع؟ والبراكية المن تابعة؟ تابعة لمحافظة بابل،
لو المحافظة الديوانية. ليش هاي المنطقة ألف مليون مرة حكينا هاي المنطقة الوحيدة المتبقية فارغة بمنطقة البراكية، ممكن جدا أنه تنظفوها تصير ملاعب خماسية، تصير مستوصف، تصير مدرسة، تصير مناطق خضراء، عشرات المواضيع اللي ممكن أنه تستغل بها هاي الأراضي. وإلا هذا حالها البائس، ما حد مهتم بالمدينة، ما حد يهتم للمواطن. ما تشوفون هاي ترحون تجملون المكانات اللي تعتبروها أنه هي بوسط المدينة، وباقي المكانات اللي بيها ناس الفقراء ما حد يوصلها، أبداً ما حد يوصلها. هذا الوضع واحد من مية من النفايات، كمية النفايات اللي موجودة بالبراكية. مستمرون مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع ونبقى في محافظة النجف، إذ وثق ناشط الإهمال الحكومية لقصر الثقافة في المحافظة في ظل تكدس النفايات في محيطه، وطالب بتنظيف لهذا المكان من قبل الجهات المعنية لأنه يمثل جزءا من ثقافة المحافظة. لنشاهد. متواجد حاليا خلف قصر الثقافة. نعم، خلف قصر الثقافة اللي شوفوه بالنجف، اللي كلف الحكومة المليارات من الدولارات، أعتقد 4 حكومات متعاقبة على محافظة النجف وما نعرف السر بقصر الثقافة. شنو فيلمه؟ ليش هي أيقونة من الاسم كون يصير هذا المكان أيقونة لمحافظة النجف اللي هو قصر الثقافة للشعوب المتقدمة؟ حقيقة ما نعرف شنو السر الموجود بهذا المكان اللي المليارات خاسرين عليه. هذا المكان مليارات الدولارات. ليش؟ شنو الفيلم؟ شوفوا قدامي، هذا المنظر هو منظر دخولية قصر الثقافة. ليش؟ يعني معقولة هذا المكان مخصص إلى شخص ما وممنوع أحد يتدخل به؟ يعني مو المجتمع النجفي؟ شنو الفيلم؟ يعني معقولة إلى حزب معين هذا المكان؟ لو لا، هذا المكان إلى محافظة النجف، إلى أهالي النجف. إذا هذا المكان لجميع أهالي المحافظة يجب أن يكون أيقونة ونظيف من الخارج ونظيف من الداخل. يعني معقولة؟ شوفوا، هذا مدخل قصر الثقافة إلى محافظة النجف. نستمر مشاهدينا الكرام، ولكن نستعرض الآن بعض التعليقات بشأن هذا الملف. أبو علي يقول: شنو عمل البلدية؟ والله ما أدري، محافظة خايسة من الزبل. وين ترتيب؟ وين الترتيب؟ وين النظام؟ شوف الدول تخبل من أرصفة وشوارع وأشجار وورود. زين العابدين يقول: أي والله كارثة كبرى هاي، مع الأسف ماكو أحد جاي يوصل البراكية المنكوبة أو يوصل البراكية المنكوبة. بس نريد نعرف المحافظ شنو شغله بهاي المهزلة مال البلديات اللي واحد يذبها على الثاني؟ شنو يضحكون على أهالي البراكية؟ رائد يقول: بلدية النجف والكوفة واحد يشمرها على الثاني، والمشكلة الماي والكهرباء يجي أبو الكوفة يستلم، بس ويا من تحكي؟ اللي يمثلون النجف نايمين يدورون استثمارات ومجمعات، حسبي الله ونعم الوكيل. رياض يقول: هي محافظة النجف أصلا ما بيها بلدية تشتغل بشكل صحيح، لأن نشوف بعيوننا ماكو تنظيف بالطرق، وأغلب النفايات مكومة بالشوارع، وماكو كل رقابة مع الأسف. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. اشتكى صيادو الأسماك في محافظة البصرة من استمرار اعتقالهم من قبل خفر السواحل الكويتي في ظل عدم الحماية من قبل الحكومة في بغداد، وعدم وضع حد لهذه الانتهاكات التي تطال أرزاق الصيادين وتهدد بترك عملهم.
طبعا جمعية الصيادين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة أكدت وجود تراجع كبير في أعداد السفن وزوارق الصيد بسبب المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الإقليمية العراقية، واتهمت الجمعية الحكومة والجهات المختصة في المحافظة بتجاهل تلك الانتهاكات وعدم تحركهم تجاه ردع وإيقاف هذه الأعمال من قبل الكويت. في وقت سابق اعتقل خفر السواحل الكويتي 4 صيادين في قناة خور عبدالله أثناء ممارسة عملهم، حيث انتقد ذو الصيادين المحتجزين في الكويت طريقة تعامل الحكومة مع القضية رغم مرور أكثر من 10 أيام على حادثة الاعتقال دون الإفراج عن الصيادين. لنشاهد. ناس مسؤولين بالفاو، عندنا شخص وهذا الوالد رحمه حال أبوه صار أسبوع. أنا الوالد. صار أسبوع منهم فقد، لا ندري مصيرهم شنو، لا ندري على شنو كذوهم، ناس طلع على باب الله صيادة ما طلعن على شيء ثاني هم. من يعني اللي جمعهم السلطات الكويتية ولحد الآن ما أدري مصيرهم شنو. وهذا والده هسه بحال الضيم حاله، جاي يشوفون حالته، رجال مريض عمره 86 سنة. ما يتحمل هالمعاناة وما يتحمل هالعذاب، يعني واحد ابنه ما تقول فاقده، صار أسبوع هسه احنا نريد فد مستمسك فد شيء يعني نشوف شغلتهم شنو. صار منهم ما صار هسه ما حد جاي ينطي نجدة من ذاك اليوم لهاليوم، صار لنا أسبوع. وهذا بعد الحجة ويشوفون حالته هسه. يبغى يشوفون حالتي، عمري 86 سنة وهالي ولد. مسكين عنده 5-6 أطفال وأنا راتبي 400 دينار وعائلتي كبيرة وما عدنا غير الصيد والطلعات للشط للبحر اللي قسمتها نبيع فوق رواتبنا الضعاف وناكلها. حتى تعالوا شوفوا بيوتنا قاعدين بغرف مهدمات، ما عدنا مكان نسكن فيه، ماينا مالح، ماس النخل، ماس كل شيء، على شنو نعيش؟ منا النهران هم سدوها علينا، أملامنا ما تطلع للشط، راح للبحر يتسبب الله، عنده 4 بنات ومرته وأنا وهو وإخوانه وأم عيوز، وهاي السالفة اللي كرهوها للكويت. البحر إذا إلهم منعونا لا نطلع، إذا البحر إلهم لا نطلع منعونا، أنتوا حكومتنا منعونا. إذا نطلع وندب وقت كان البيكن او البويه يقول لك هاي حدك، واحنا منا عبرنا طينه ماكو سمكه، اذا بحرنا بالغدر شوي نحصل السمكه، والغدر ما يخلونا نروح به، يطاردونا الزوارق ويطيحون الحظنا. وهسه صار له 10 أيام من مكذوب ويطلع يومين ويجي، يطلع يومين ويجي، هسه بيوم اللي طلع كذبه. مشاهدينا الكرام، دعونا نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. مصطفى يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، بلد تايه ومبيوع أرض وماء وحتى البشر. ماجد يقول: صحيح أكو ناس تعبانة بقضاء الفاو، على الله والصيد، عمي كافي انتهاكات واعتداءات على العراقيين، حسبي الله ونعم الوكيل. العبودي يقول: بلد ما عنده سيادة، طبعا يصير حال شعبه هيج، الصيادة يعرفون مقصد كلامي، وقت خلى الكويت يعتقل عراقي، لو الإيراني يمنع وصول العراقيين للمياه الإقليمية. أبو سلام يقول: حكومة مكونات لا تمثل الشعب، فقط همهم أن يخدموا مصالح الدول، جبناء ولصوص، إيش تترجى منهم؟ نستمع لرأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي حياك الله. أبو علي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحم الله والديك. حياك. أنا أكو صيادة من قطر. أي. غطف بالعراق. نعم. ظل العراق داخل الاندار عليهم 6 أشهر لما طلعهم. أي. بس لكن عراقيين يروحون يصيدون بمج. تكمشهم الكويت. نعم. ماكو نفس إلا إذا عدتهم الطفل. تقدم من العراقيين الرخيص في العالم. بقوا سيادة، بقوا سيادة وشخصية للعراق ذولا اللي دي يحكمونه. هذولا كلهم ربوا على عمان الكويت، بنهم يطلعون يستنكرون على مقصر، بنهم يستنكرون
على اعتذارهم على صيايد المساكين. نعم. دجلوا الفرات والله اذا شفتوها انت ممتلكيه على مترجم طلعون الذهب اللي بيها. نعم. البشر لا شيء بالعراق. اخذوا الذهب واخذوا النفط بس كنوا والله ما ادري يستحقون يستحقون يستمرون بالحكم دقيقه واحده ذولا اللي دي يحكمونه او اللي دي يحكمون العراقيين اليوم في الداخل وهم لا تركوا والله. لا تركوا مجال لاحترام الناس لهم لا احترموا نفسهم بحماية العراقيين من هاي الانتهاكات اللي دي يتعرضوا لها من الكويت وغير الكويت شنو الكويت وإيران وغيرها أنه يهان المواطن العراقي بهذه الطريقة والله هذول السياسيين نخصية مالت الجنوب والله من يتنوع بوجههم يدفع كفارة ينظر لوجههم يدفع كفارة لأن أحقر خلق بشر شبتهم بحياتي محافظ الديوانية باقي المليارات فن تقدر الدولة فن السودان يقدر يحاسب يجيله جيبين فن لا هو فدق رئيس وزراء يقدر تحاسب جيبين لا هو تابع للتيار لا تابع للإيطار فن يقدر رئيس وزراء يقدر يأخذ محافظ باق مليارات الدولارات وبنى قصورة وطلع للخارج فن يكون شيء بس ذاكر على مواطن بالديوانية إذا بس يجي انتعال على مود النفايات أحجزه بالأكوان نشحنا بالعراق إحنا قاعدين بالتجاوز ها تحجزه وما نشحنا احنا بالعراق رجينا بطرع يا السوداني اللي ما تخافون الله دولة نعم شكرا جزيلا سيد أبو علي من الديوانية وصلت الفكرة ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى طبعا وردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لحضراتكم مناشدة لمواطن بشأن سوء الخدمات في منطقة كويريش حي السلام قرب علوة الرشيد في العاصمة بغداد ووثق المواطن عبر المقطع الذي أرسله عبر خدمة أنت ترى تراكم المياه الآسنة في الشوارع وتكدس النفايات في المنطقة السكنية وسط غياب أي دور من قبل الجهات المعنية والبلدية لنشاهد هذه المياه الآسنة مياه المجاري الغير نظامية وهذه الأوساخ والنفايات وهذه الأوساخ النفايات في منطقة سكنية متكاملة كويريش حي السلام لا اجت المحافظة ولا البلدية ولا أي واحد اجى هل هذه المنطقة منسية؟ أي مسؤول؟ ناشدنا كل المسؤولين ما حد سوى شيء مشاهدينا الكرام للتعليق على هذا الموضوع معنا سيد طالب من بغداد حابب يشارك ويانا ويعلق على هذا المقطع اللي تم إرساله لنا تفضل سيد طالب السلام عليكم أخي العزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا أخي هاي المنطقة بصراحة يعني منطقة منسية جدا 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 منطقة كلش كبيرة تبدي بالألفين ومنطقة الألف ومنطقة الثلاثة آلاف وإحنا منطقة الأربعة آلاف يعني منطقة متكاملة من البيوت يعني كاملة بيوتها كاملة يعني إلا ما يمكن أقول لك 85% بيوت كاملة وقاعدين ساكنين بيها لكن للأسف الشديد يا أخي كل خدمات ما بيها لا مجاري لا تبليغ لا تنظيف لا بيها حتى أعمدة الكهرباء متهالكة وإن شاء الله أصور لكم أعمدة الكهرباء والوايرات شلون يعني متهالكة جدا يعني تواصلتوا ويا البلدية تواصلتوا ويا جهات حكومية أها عندك البلدية أخابر أنا وحدة الرشيد أبو وحدة الرشيد يقول لي أنت ما تابع أنت تابع للمحافظة طيب منطقتكم تابعة لمحافظة بغداد نتصل بمحافظة بغداد ما حد يجاوب وإذا جاوبوا علينا إن شاء الله عن قريب وكل شيء ماكو وتعرف أنا صحفي وإعلام يعني جاي أتابع نعم زين إضافة إلى أنشور وحضرتكم طبعا مساعدتكم وقنوات أخرى لكن للأسف الشديد ماكو مسؤولين إجوا عدة مسؤولين إجوا حتى رئيس لجنة الخدمات برئاسة الوزراء دز وفد وإجزارة ما أعرف اسمه نسيت اسمه اللواء ما أدري اسمه واثنين وياه
سجل المشاكل وهم وعدكم؟ كل شيء ماكو لحد الان، كل شيء ماكو اضافه الى نواب. هذا يعني الكلام، هذا الكلام شو وقت اجاكم يا سيد طالب؟ انا تقريبا قبل اقول لك 35 يوم الى 40 35 يوم. مو قربت الانتخابات مال مال مجالس المحافظات تعرف؟ هو فعلا يجون، هم الناس يجون يعني جاي يجون علينا ونريد نسوي لهم دعايات، بس يا اخي احنا نريد الله يخلي خدمات، بطلنا كل شيء نريد من عندهم. عمي صار لكم على يعني هذا الحال ايش قد يا طالب؟ والله صار لنا سنين سنين سنين، صار لنا سنين ويوعدون بيكم بين فتره وفتره لو هم مؤخرا يلا بلشوا يجون. وكل شيء ماكو، كل شيء ماكو. يعني احنا مثلا تريد انا من الناس شخصيا نعم عندي اتصال، يعني اقدر اتصل باي مسؤول. نعم اتصلت حتى استاذ عمار اللي هو مدير الناحيه. اي زين، ما صار كل شيء، ما اجى اي شيء، ما صار شيء. يعني قل لي هو سيد طالب، هو استاذ عمار وغيره من ذول الاساتذه وظيفتهم شرفيه لو وظيفتهم خدميه المفروض يشتغل؟ يعني هو ماخذها شنو هالوظيفه؟ يعني والله بصراحه هبه من الدوله مثلا، هديه، وراثه ماخذها، شنو هاي الوظيفه؟ والله استاذ اقول لك اياها بصراحه، الكل الكل يعني يمكن اقول لك 5% يشتغل، اما الباقيين فكلهم يعتبرون اني يعني انا احكيها نعم. يعتبر هو المنصب ما له هيك شرفي ولا يشتغل ولا يسوي بالحكي نعم. يشتغل ويسوي، لكن لحد الان ابسط شيء منطقتنا ما شفنا، يعني ما شفنا اي اعمار بها. اضافه الى ترى المدارس كرفانيه، مدرسه كرفانيه بذاك الاسبوع مثلوا طلاب بها. نعم انا اشكرك سيد طالب، الله يكون بعونكم. طبعا وصلت لختام الحلقه واكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. السيد طالب من بغداد كان يعلق على قضيه تتعلق ب معاناتهم في منطقتهم في العاصمة بغداد، وهو حال كثير من المناطق وكثير من الأقضية والنواحي والقرى في مناطق مختلفة من العراق. هذا هو لسان الحال، ويجي المسؤول قبل الانتخابات يعد ويطمئن ويسجل بالدفتر مالته ويأخذ أرقام الناس، وبعد الانتخابات ما يجاوب على التليفون. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.